دي بقى ثلاث صور للثلاث انواع بتوع الرطب اللي اتكلمنا عنهم. نتكلم الاول عن المونو بلوك. المونو بلوك بيبقى بلوك واحد التهشير بتاعه واحد اهو، طبعا في ستيج والثانيه والثالثه متحرك، ثلاثه هنا واربعه في دي وحوالي تقريبا سته في دي. يعني لو بيجمع بدل ما يحط مثلا ثلاثه وثلاثه واربعه 15 ستيج تقريبا، بدل ما يحطهم على 15 ديسك نقسمهم على اربعه. عشان كده بيعمل ايه البلوك ده، ايه يعني مونو بلوك او بلوك موحد لمين؟ لكذا ستيج يعني. والسبيسر طبعا موجوده بين الكمبريسور والتربن عشان تعمل الفراغ اللي هتحط فيه غرفه الحريق. وهنا برضو بلوك واحد لاثنين ستيج، وبلوك الاثنين ستيج اللي هي الفور فور ستيج بتاعت الايه؟ بتاعت التربين. النوع الثاني اللي هو سيركمفرنشال تاي بولتس، بيبقى شافت صغير كده وفي الجايد بتاعه في النص، متوزع على المحيط بتاعه مسامير طويله بطول الكمبريسور. ويبدا الديسكات، كل ديسك لوحده اهو فيه هولز، الديسك فيه هولز محيطيه برضو زي الهول اللي في السنتر، والهولز ديت تبدا ايه تدخل فيها الرودز والجايد لحد ما تلاقي ديسك ورا الثاني ورا الثالث، لحد ما تروح قافل على الديسكات كلها باخر ديسك، تروح مركب عليهم السبيسر برضو وتروح رابط. يبقى انا جمعت المنطقه دي كده مع السبيسر، بعد كده تروح جاي في السبيسر مركب التاي بولتس، تروح مركب ديسك اول في ثاني في ثالث في رابع بتوع التربينه، تروح قافل عليهم بالايه؟ بالفورورد شافت ده ولا شو بيسموه ايه بقى؟ بتوع جي اي تقريبا، ده افت او ده فورورد وده افت صح؟ فورورد وافت من افتر يعني، فده الفورورد شافت وده الافت، تروح قافل عليهم، تروح رابط المنظومه بتاعتك. اصبح بقى التربينه ككل واحده واحده، الكباس واحده واحده، التربينه والكباس الاثنين بالسبيسر حته واحده، اصبح الروتر كله ايه؟ روتر واحد. وهنا بقى جورنال بيرنج وهنا جورنال بيرنج، ماشي؟ يبقى انت كده جمعت الروتر. الديزاين بقى بتاع سيمنز اللي هو اسمه روتر ديزاين ويت سنتر تاي رود. ازاي؟ عند رود واحد اهو ده الرصاصي ده، وفي جزء هنا اللي هو الخاص بالجورنال اللي هيتحط على البيرنج، الفراغ بتاع البيرنج باين هنا. بيدخل بقى هنا الاووز او شحط ما شفتهاش، يعني دي ما اتفكتش حتى في العمر عشان نشوفها، لكن دي اتفكت وشفنا الالوز بتاعها. فايا كان متالوز هنا او داخل شحط صيان، بيبقى راكب الجزء ده وفيه العمود اللي هو السنتر تايرود، وتبدا بقى يكون المنظر ده واقف، يعني يكون العمود ده واقف ما هوش هوريزونتال كده، بيبقى فيرتيكال. يبقى القاعده ديت تحت وده لفوق. تجيب اول ديسك تروح مدخله من هنا وتدكك كده لحد ما يوصل هنا. ما بين الديسك الاول وما بين الجزء ده كده في هيرث كابلنج اللي هي السنان اللي في الجنب دي، عشان يبقى ده معشق مع ده. وكذلك الديسك الثاني تروح مدخله من قدام، وكذلك وكذلك لحد ما تروح قافل بايه؟ باخر ديسك. وكده تروح حاطط عليه مين؟ سبيسر. السبيسر برضه فيه هنا اهوت في الجنب بتاعها او في المحيط بتاعها هيرث كابلنج سنان من الجنب عشان تعشق مع السنان بتاعه اخر ديسك. وكذلك في الطرف الثاني بتاعها ده في سنان من الجنب بيركب فيها اول ديسك، ثم ثاني ديسك، في الثالث، في الرابع، مدخلهم برضه من هنا. وبعد كده بتروح مدخل الجزء اللي هو الجورنال اللي هتحط فيه البيرنج بتاع التربينه، تروح مدخله برضه مسنن من الجنب عشان يعشق مع اخر ديسك في التربينه. وبعد كده تروح قافل على المنظومه كلها بصاموله على شكل كون كده، كونيكال شيب، تروح رابطها، تروح انت كده قرصت بالربط بتاعها على ده، وده قرص على ده، على ده، على ده، على السبيسر، على المراحل كلها لحد ما وصل هنا، راح ده قرص على الايه؟ على الجزء ده. يبقى انت كده كانك ربطت هنا مع هنا، واللي محصورين دول في النص ضاغطين على بعض من الجنب عن طريق السنان بتاعت الهيرث كابلنج، يعني في منع للحركه البيانيه بينهم عشان ما حدش يقول لي طب ممكن الديسك يلف على الفاضي او يلف بسرعه نسبيه بالنسبه للي جنبه، لا مش هيتزحلقوا، ان في بينهم تعشيق اللي هو اسمه الهيرث كابلنج. الهيرث كابلنج ده قطعة لوحدها موجودة؟ هنشوفها دلوقتي حالا. ولا بيبقى في جسم الديسك؟ هنشوفها حالا. يبقى حتة واحدة في الديسك معمول بفريزة مثلا، سكينة تفريز مقطعة لإيه؟ عاملة المجاري الجانبية دي. السنان ده إيه؟ شايف السنان دي؟ دي كده في جنب الديسك عشان لما الديسك تاني يركب عليه السنان مع السنان يبقوا كأنهم حتة إيه؟ حته واحده، يجوا يلفوا بالنسبه لبعض ما يحصلش دوران نسبي بين الاثنين، لان ساعتها هيبقوا كل واحد فيهم شاوط في الثاني بسنه معينه. تمام يا جماعه كده؟ السنان اللي في الجنب دي.
نظام عليها اكتر. اهي خلاص ده كده بالنسبه للروتر ديزاين. هنتكلم بقى عن الروتر كولينج، عن سوري عن التربن بليد كولينج. في عجاله كده نراجع انواع التبريد من ثالث في المحاضره. في نوع اسمه كونفكشن كولينج، بيبقى فيه مسارات جوه جسم الريشه، بيدخل الهواء في الريشه ويبدا ياخد المسار بتاعه ويسحب الحراره ويطلع من التريلنج ايدج او من التوب. ده بيقول لك ان الكولينج اير فلوز بارلل تو كولينج اير داكتس. كولينج اير داكتس اللي هي المسارات اللي بتاعت هواء التبريد دي، والهواء بيمشي موازي ليها، يعني بيمشي بيحتك بالسطح صعودا لاعلى كده. تاني نوع اسمه امبينجمنت كولينج، او التبريد بالصدمه. التبريد بالصدمه بيحط جوه الريشه حاجه اسمها انزرت، شبه الريشه كده، وبيلحمها مع الريشه. الانزرت دي بتبقى مثقبه فيها ثقوب في الجنب بتاعها وفي الجدار بتاعها. الثقوب دي طبعا الانزرت بيدخل فيها هواء التبريد وبيطلع من الثقوب اللي في الانزرت، وهو طالع منها كانه بيصطدم بمين؟ بالجدار بتاع الريشه، فكانك بتنفخ عليها كده بايه؟ بتبردها بشكل افضل شويه. عشان كده بقول لك ان الكولينج اير بقى ماله؟ فلوز انسايد ذا انزرت، بيمشي جوه الانزرت. ماشي؟ ثرو بورز من خلال البورز او الهولز او الفتحات اللي في الانزرت، ات امبينجز فين؟ في الانر وول بتاع الايه؟ بتاع الريشه. بيصطدم بالانر وول بتاع الريشه، السطح الداخلي او الجدار الداخلي. ماشي؟ وبعد كده بيخرج من التريلنج ايدج برضه بتاع الريشه، وده بيبقى مور افيشنت، يعني اعلى كفاءة من مين؟ كونفكشن. النوع بقى اللي هو بتاع الريش اللي بتتعرض لحرارات عالية اللي هي الفيرست ستيج، اسمه فيلم كولينج. بتبقى الريشة عاملة شبه الانزرت أصلا، بيدخل فيها الهواء من جوه يبرد الجسم، وهو خارج بيخرج منين؟ ثرو ميني بورز، بيخرج ثرو ميني بورز، ات فلوز أوتسايد، يعني من خلال ثقوب عديدة بيخرج أوتسايد خارج الريشة along خلال او على او على او على طول. ماشي؟ على طول البروفايل وول، يعني بيغطي الجسم كله، بيطلع من الجناب من هنا يغطي، يعمل طبقه هواء هنا وطبقه هواء هنا كده، كان في طبقه هواء مغلفه الايه؟ الريشه من بره. عشان كده سموها فيلم كولينج، ان في فيلم من الهواء او طبقه من الهواء مغلفه جسم الريشه، فده بيمنع التسخين اساسا، فده يبقى ايه؟ فيري افكتيف كولينج ميثود. ده بيستخدم الفيلنج ده في اول مرحله بس؟ بيستخدمه في المراحل الحراره العاليه. تيجي تقول له طب لما هو كويس ما تستخدمه في كل المراحل، اقول لك ما اصل تكنولوجيا تصنيع الريشه، لان التثقيب ده بيتم بالليزر، فعشان تعمل بقى تثقيب لكل الريش بتاعت الاربع مراحل هيبقى في خساره عليك. انت كده كده ما انتش محتاج في المرحله الرابعه تبريد، يبقى ما تتبردش، وفي الثالثه محتاج تبريد بس شويه، يبقى تعمل كونفكشن كولينج وما تعملش مسارات معقده جوه الريش، هو مسار واحد يدخل الهواء من تحت يطلع من فوق مثلا، كفايه عليه. في المرحلة الثانية مثلا قال لك ممكن تستخدم الانزرت تايب او الامبينجمنت، بس هو بيخاف ان الروتيشن يطرد الانزرت بره الايه؟ بره الريشة زي ما اتفقنا من الطرد المركزي، فقال خلاص نعمل فيها كونفكشن كولينج، بس بدل ما هو مسار واحد من تحت لفوق نخلي الايه؟ الهواء يطلع وينزل، يطلع وينزل، يطلع وينزل، يغيب جواه عشان يبقى كفاءته عالية شوية. طب بالنسبة للمراحل الأولى، لا قال لك دي بقى بتتعرض للكونفكشن الهوت جازس، التسخين بالكونفكشن من الهوت جازس، زائد ان هي اساسا شايفة اللهب، ففي تسخين بالراديشن كمان. فدي بتتعرض للتسخين بشكل اكبر شويه، فقال نستخدم معاه تقنيه افضل، ان احنا نعمل تبريد ليها من جوه ونطلع الهواء على جسمها من بره كمان، ايه؟ يقلل من حده الكونفكشن والراديشن اللي بي ايه؟ اللي بيسخن فيه، يبردها من بره اول باول. دي ارينجمنت الاربع مراحل بتوعنا، اربع ريش متحركه. طبعا كل ديسك بي فيه ما لا يقل عن 70 ريش ولا حاجه، فده منظرهم هم واقفين جنب بعض كده، الحجم النسبي يعني الاولى دي تمام، الثانية الثالثة دي الرابعة. الأولى والثانية متحركات بيبقوا كوتد عليهم طبقة تغليف، كوتد كوتد بمادة عازلة للحرارة مانعة للأكسدة. بيبقوا كوتد بمادة عازلة للحرارة ومانعة للأكسدة. بالنسبة للثالثة والرابعة متحركات ما هماش كوتد. طب بالنسبة للثوابت، الثابتة الأولى كوتد، الثابتة الثانية كوتد، والثابتة الثالثة كوتد. يبقى اخر كوتنج على الثابته الثالثه، متحركه ثالثه وثابته رابعه، متحركه رابعه ما همش كوتد، لان خلاص درجات الحراره بقت منخفضه ان هي تقدر تعمل اكسده، مش هتقدر انها بقت منخفضه، زائد ان انها تعمل اوفر هيتنج برضه بقت منخفضه، لذلك حتى الرابعه المتحركه ما بتتبردش. اخر تبريد بيبقى في الثابته الرابعه اللي هي قبل المتحركه. وبالنسبه للفيكسيشن او الرو او الروت او الجدر بتاع الريشه اللي بتثبت منه في الديسك في الرابعه بيتبرد برضه.
يعني الحاجه الوحيده اللي تتبرد في الرابعه الروت بس، عشان ما يحصلش عندك ايه تمدد لجسم الريشه او تمدد للديسك اسرع من الجسم، فيبدا لو الريشه اتمددت اسرع من الديسك هتعمل لودنج على الايه على الفتحه اللي هي في الديسك اللي داخله فيها الريشه. هنرجع بس نبص على تركيب الريشه عشان نفهم الكلمتين دول. كده مذكره معاك؟ ده شكل تركيب الريشه في الديسك اهو، جدر الريشه وده الديسك، وكذلك هنا برضو طبيعيا اهو، دي ريش راكبه فعليا اهي واهي، ودي اماكن ريش ما ركبتش اصلا، ودي ريشه لسه في مشوار الايه الدخول في الديسك خلاص، يعني ايه على وشك انها تركب خلاص، تتزق كده لحد ما ايه تبقى زي اخواتها. فطبعا لو الروت بتاعك بيتمدد اسرع من الديسك فهتح يتمدد اكتر من الفجوه ديت، فممكن يعمل عليها بريستريس يضغط عليها يعمل كراك سن. ولو الديسك بيتمدد اسرع من الروت فهيوسع الخلوص بينه وبين الايه؟ بين الريشه الروت، فهيحصل عندك انها تقعد يعمل فايبريشن بقى على الريشه، ممكن الريشه ايه؟ تلوز تتفك من مكانها وتطير من مكانها، فانت لازم تعمل تبريد للايه؟ لمكان الفيكسيشن عشان يفضل فين؟ في المنطقة المدرت أو المعتدلة الحرارة علشان ما يحصلش عندك المشاكل دي. ده أشكال تركيب الريش في الديسكات أهي، وده نوع من الريش بيبقى اسمه شراود التب. التب في الريش بيبقى فيه شراود أو غطاء أو كفن علشان لما الريش كلها تركب مع بعضها يكملوا هم مع بعض إيه؟ حاجز من فوق كده يمنع هروب الهوت جازز فوق التب بتاع الريش. غصب عنه يدخل فين؟ جوه جسم الريش. تيجي تقول لي طب معتمد على إيه؟ أقول لك معتمد على الضغط. عندك الوحدة الغازية درجة حرارة عالية كله تمام التمام، بس تلاقي من المرحلة الأولى للرابعة مفيش إيه؟ مفيش ضغط عالي، أعلى ضغط عندنا كام؟ 17. ممكن شركة تانية زي جي إي تفضل إنها تعمل شراود، أو ما هم أفراد هم شايفين إن هم عايزين شراود، لأن الله أعلم لما يكون عندك أو لما الوحدة توصل لحالة الستيدي ستيت في التمدد الحراري هو بيبقى خايف إن الكيسنج يكون اتمدد قوي عن الايه؟ عن الريشه، فالخلصات بتزيد، فعامل حسابه انه يحط ايه؟ شراوي. سيمنز مثلا عامل حسابه ان الكيسنج لما يوصل لاقصى تمدد هو الريش هيبقى الخلوص اللي بين الريشه والكيسنج ضعيف، فمش محتاج شراوي، زائد ان هم كمان عشان يرفعوا الكفاءه بتقليل هذا سيمنز عشان ترفع الكفاءه انها تقلل الخلوص ده، عملوا حاجه اسمها اتش سي او او هيدروليك كليرنس اوبتمايزيشن سيستم. سيستم هيدروليك راكب على سكيلة اللوب اويل بيدي ضغط هيدروليك ضغط زيت عالي على المنطقة اللي هي بتاعت الثراست بيرنج اللي هي من الكمبريسور، يعمل ضغط الزيت ده هو الدفع جانبي للعمود، يقوم يشد العمود في اتجاه المولف. تشد العمود في اتجاه المولف هتكسب ايه من الحركة دي؟ هنشوفها في الرسمة بتاعت التربينة دي كده. هنزوم كده. ده الكيسنج طالع شكل كونيكال اهو. ودي الريش متحركة اهي. تخيل لو العمود كله اتشد جهه المولد كده. لو انت هتفضل تشد هتشد لحد فين؟ لحد ما الريش تلزق في الجسم. فدي طريقه انك انت تقلل الخلوص اللي بين الريشه والجسم، صح؟ فالهيدروليك سيستم اللي هو اسمه الاتش سي او بيشد العمود كده. تقوم الريش ديت تروح تقرب التيب بتاعها اللي فوق دوت. الخلوص العلوي بتاع الريشه من فوق. اللي هو ده. تدخل كده لحد ما الخلوص ده ايه يقرب قوي من الجسم، يبقى كده قللت التيب كليرانس من غير شراب من غير حاجه، وتزود الكفاءه بتاع ايه مش عارف كام في المية كده، بس الميجا وات بتزيد حوالي 2 3 مية يعني تكسبهم يعني انت في يدك يعني. تمام. ده بالنسبه لايه لحته ان انت ما ركبتش ليه شراب في سيمنز وليه في الجي اي، كل واحد عارف التمدد في الاخر هيخلي كليرانس قد ايه، اللي مش عارف يتغلب على الكليرانس بيحط شراب. طب في تربينات تانية بقى سواء بتغلب او ما تغلبش بتحط شراوي، زي مين؟ التربينة البخارية. الاتش بي تربين بتلاقي تقريبا كل المراحل او كل الموفنج بليدز عليها شراوي من القصيرة للطويلة. واكيد الناس شافت في عمرة الوحدة البخارية ان كل الريش التب بتاعها شراوي، لان الضغط عالي جدا، فالضغط العالي ده ممكن يهرب بقى منين؟ من فوق الريشة. فانت طالما الضغط عالي خلاص من غير ما تفكر يبقى شراوي. طب الضغوط متوسطة؟ او منخفضه 17 15 حاجات دي، يبقى انت انت والديزاين بتاعك بقى، لو الديزاين بتاعك بيتيح ان بعد التمدد الحراري ما ياخد مجراه والوحده تبقى مستقره هيبقى خلوص كتير هتحط شراوت يخش شويه، هيبقى شويه خلوص ما انتش محتاج شراوت. تمام. عايز تعمل تمنع التهريبات من غير شراوت يبقى تعمل بقى ايه
سيستم يشد العمود ناحيه المولد بحيث انه يخلي التب ما بين ريش التربينه والكيسنج يقل الخلوص. يجي واحد تاني يقول لي طب ما الكمبريسور الكونيكال شيب بتاعه العكس، انك لما بتشد لورا الخلوص بيوسع لان بتاع التربينه بيبقى طالع لفوق كده، فلو رجعت العمود كده هيجي لهم لحظه يدقروا هنا كده تمام، لكن لو انت بتشد ده كده ممكن يمشي معاك عادي فالخلوص هيزيد. هما بقى قالوا ان مقدار الزياده في الخلوص في الكمبريسور بتعمل تقليل لكفاءه الكمبريسور بمقدار اكس، ومقدار الزياده في الكفاءه بتاعت التربينه بتبقى مقدار اكس زائد سامسونج، يبقى التوتال بتاعهم النت هيبقى زياده في التربينه، يعني الكباس هتدهور والتربينه هتتظبط ولكن التوتال بتاعنا هيبقى تظبيط مش تدهور، يعني اللي هيزيد في التربينه هيكون اكثر من اللي هينقص في الكمبريسور، فالصافي هيبقى حاجه ايجابيه يعني. فالسيستم بقى ذو جدوى وركب فعليا في بعض التربينات الجديده، واللي بيحب يزوده في التربينه القديمه بيتعمل ابجريد عادي بسيط كده على سكيدة الزيت وعلى الكرسي بتاع الثراست، ان بيبقى فيه 10 اسطوانات هيدروليكيه بيدخل لها ضغط الزيت تزق على العمود من عند الثراست بيرنج، لان الاسطوانات هتبقى بتزق العمود فبتحتك بيه، فلازم تزق عن طريق الثراست بيرنج هو اللي يزقه هو اللي يشده عشان يبقى فيه مانع احتكاك بين الثراست بيرنج ومين؟ العمود، لان بين الثراست بيرنج والعمود طبقه زيت فتزق من خلاله ما تزقش عن طريق الاسطوانات الهيدروليكيه لانها هتفضل راكنه عليه عشان الثراست بتاع التربينه ما ايه؟ ما يرجعش العمود مكانه. السيستم اللي اسمه اتش سي او او هيدروليك كليرنس اوبتمايزيشن سيستم دوت لما بيحصل له تريب ما يضرش التربينه في حاجه، لان ساعتها الهوت جازس اللي بتزق على التربينه هتروح مرجعه العمود ايه؟ مكانه. هو فيل سيف سيستم، ان لو حصل له تريب او حصل له اي مشكله على اسوء ظروف التربينه هت ايه؟ هترجع مكانها الطبيعي وال 2 3 ميجا اللي زودتهم هيروحوا تاني وخلاص، لكن مش هيحصل تريب للتربينه ولا حاجه. فهو سيستم ما فيهوش ضرر يعني. تمام؟ ده مش موجود عندنا بس موجود في ديو تقريبا. تعالى بقى نتكلم عن الايه؟ عن الكولينج. اتكلمنا عن تبريد الريش وانواع تبريد الريش، اتكلمنا عن انواع الروتر. تعالى بقى نشوف الروتر بتاعنا اللي هو السنتر تاي روت ده. طبعا التاي روت بتاعنا اللي في النص ده يا جماعه احنا واخدين قطاع علوي في التربينه وقطاع سفلي غير واضح، ان الفوز اللي تحت طالما ده شكله ايه؟ سلندر كده. الديسكات بتاعت الستيج بتاعت الكمبريسور اهي. في عندك بقى الوان مختلفة لمناطق هواء التبريد. أول منطقة اللي بتاخد منها هواء تبريد بتبقى المرحلة الخامسة في الكمبريسور. بيبقى في عندك زي انتفاخ كده بيجمع استنزاف معين من الهواء في المرحلة الخامسة. فتحة دي كده بتاخد من جسم الكباس وتملى المنطقة دي هواء، المنطقة ديت ايه؟ رنج كده حوالين جسم الكباس. وفي ماسوره راكبه عليها مش متبينه انها ماسوره مرسومه خط، بس بتاخد الهواء دهوت وتمشي بيه بره التربينه وتدخله جوه جسم التربينه من هنا في المنطقه بتاعت الريش الثابته المرحله الرابعه. يبقى المرحله الرابعه ريش ثابته بتتبرد من استنزاف المرحله الخامسه من الكمبريسور. بعد كده المرحله التاسعه في منها استنزاف بجمعه بروح واخده في بايب او ماسوره وحط عليها بلف تبريد وبمشي بيها وبروح منزلها في منطقه الثابته الثالثه. طبعا كل منطقه معزوله عن الثانيه بديافرامز علشان ضغوط مختلفه. بعد كده المرحله 13 باخد منها برضه وامشي واروح نازل الغرفه اللي هي المحجوزه ديت اللي هي خاصه بالثابته الثانيه. الثابته الاولى بيبقى هواء طرد كباس، هواء طرد الكباس بيبقى مال المنطقه اللي حوالين الغرفه وبروح داخل فوق او من فوق للريشه بتاعت الثابته الاولى، بس لا ده طرد حراره عاليه وكمان جزء من طرد الكباس بيدخل في البايب دي كده ويدخل لها من تحت، يبقى الثابته الاولى بيدخل لها من تحت ومن فوق هواء تبريد ويطلع من الجسم على شكل فيلم كولينج ده. يدخل لها كميه كويسه يعني. ده بالنسبه للثوابت. طب بالنسبه للمتحركه مش هينفع ابردها بوايبس والكلام ده كله، لان البايب ثابته والريشه بتلف. قال خلاص هي بتلف مع الروتر نمشي لها هواء التبريد خلال الروتر. جه عند المرحله العاشره وخد من طرد المرحله العاشره في 100 هواء دخلها جوه الروتر. لو انت رحت تدور في العمره ما تدورش على التوب اللي في الروتر اللي بيدخل منها الهواء في العاشره، دور في ال 11. ان علشان اخد طرد الهواء بتاع المرحله العاشره لازم ادخله منين؟ من ديسك ال 11 اللي بعدها. فانت هتلاقي توب في ديسك بتاع المرحله 11، التوب ديت داخل منها الهواء كده لحد ما تدخل جوه الروتر. الروتر بتاعنا الاساس بتاعه مين؟ التاي رود. حوالين التاي رود في اسطوانه واصله ما بين الديسك ده
والديسك ده في التربين. الفراغ اللي ما بين الاسطوانه ديت والروتور بيبقى فيه فراغ يمشي فيه ايه؟ هواء التبريد اللي جاي من المرحله العاشره عشان يطلع من هنا كده يمشي هنا يدخل يبرد الريشه الايه؟ المتحركه بتاعت التالته. اهو اهو من هنا ومن هنا. اللي فاضل منه يبرد الروت او الفيكسيشن بتاع مين؟ المتحركه الرابعه. بعد كده في استنزاف تاني من المرحله ال 12 بيبقى التوب بتاعته في ديسك الايه؟ ال 13 ينزل يبقى ما بين اسطوانه ما بين الاسطوانه اللي كانت محجزه على هواء تبريد العشره الهواء اللي انا بستنزفه من العشره في اسطوانه وروتر. في الاسطوانه ديت بقى وفي اسطوانه كمان فوقيها ما بين المرحله دي مثلا في الكباس الاخيره وما بين الاولى في التربين. تبقى ما بين المسافه ما بين الاسطوانه الاوتر والاسطوانه الانر بيمشي فيها هواء التبريد اللي جاي من ال 12 عشان يدخل يبرد المتحركه الثانيه. طب المتحركه الاولى برضه من طرد الكباس الجزء اللي كان داخل للسابته الاولى من تحت بيستنزف منه جزء صغير في التوب ده ويجي هنا اهوت في السبيسر بقى دي السبيسر يا جماعه اللي قلنا عليها في نص المسافه الفيديو دي ويدخل منها برضه الهواء كده يدخل منها كده التوب بتاعتها يملى المنطقه دي ما بين الاوتر سلندر وما بين السبيسر وبيمشي الهواء دهوت ويروح داخل في الديسك بتاع المتحركه الاولى وطالع منين؟ وطالع من الروت بتاع المتحركه الاولى جوه الريشه يملى الريشه ويطلع من التوب اللي فيها على فين؟ على بره. دي مسارات التبريد في الستيتور وفي الايه؟ وفي الروتر بالنسبه للريش اللي بتبرد او المراحل اللي بتبرد في الكبات والمراحل دي بتتبرد اللي بتتبرد في التربين. تمام؟ تعالى بقى نبص على الرسمه اللي تحت عشان نشوف منظر التبريد كده. اللي كان جاي من المرحله كام في الكمبريسور؟ الخمسه. خلاص؟ بيجي الهواء بتاعه يملى المنطقه دي كده وينزل من هنا كده. دايما تلاقي الهواء راح نازل في منطقتين. منطقتين. المنطقه اللي فوق التب بتاع الريشه المتحركه بتبقى متبطنه ببلاط سيراميك كده، بلاط معدني مرشوش طبقه سيراميك. وفي تقوب لازم تبرد الجزء ده اللي هو فوق التب بتاع الريشه. تمام؟ عشان الخلصات. وبقيه الهواء بقى بيروح داخل فين؟ في المكان بتاع تثبيت الريشه الثابته في الكيسنج يدخل من طوب معينه يملى الايه؟ يملى الريشه الثابته اهو الهواء نازل على طول الريشه بيبردها وبيخرج من تحت. من تحت بيتقسم شويه بيطلع فوق عشان يمنع وجود جاز انها تيجي من هنا وشويه بيبردوا الليبرنث اللي بين الانر شرايط بتاع الثابته والعمود بيبردوه ويطلعوا من هنا. وهنشوف الشكل ده مكبر بعد كده. تمام؟ ده بالنسبه للثابته الرابعه. الاستنزاف اللي هو هنا ده بقى بتاع مين؟ التاسعه في الكمبريسور اللي جاي من التاسعه. جزء يدخل على البلاطه اللي هي بتاعت التب والجزء الثاني يدخل على الريشه نفسها اهو ويطلع من جسم الريشه ومن تحت. يبقى الثابته الثالثه في منها تقوب في الثابته الثالثه في تقوب في الجسم بيطلع منها جزء من الهواء وبقيه الهواء من تحت عشان يعمل سيلينج. بعد كده اللي جاي من المرحله ال 13 برضه جزء للتب اللي على المتحركه والجزء الثاني للثابته ويطلع منين؟ من تقوب في الجسم زائد من تحت. الطوب اللي في الجسم دي علشان انت التبريد في الثابته الثانيه والثالثه نوع من بينج منها. انواع التبريد بالمره بقى ده كونفكشن والثابته الثالثه والثابته الثانيه امبنجمنت والثابته الاولى فيلم كولي. الثابته الاولى زي ما انت شايف جاي لها من الدستشارج بتاع الكمبريسور من فوق ومن تحت. نيجي للمتحركات. الاخضر ده لو فاكرينه كان الاكستراكشن اللي جنب المرحله الكام؟ ال 12. ما بين الاسطوانه دي والروت يمشي كده ويطلع من هنا كده ويطلع من هنا كده. العشرة. تمام؟ العشرة. ايوه اللي جاي من العشرة مظبوط، اللي جاي من المرحلة العشرة. اللي هو كان فيه تقوب ليه في المرحلة ال 11. هو في ديسك ال 11 موجود. ويطلع في الروت بتاع الريشة ويملى الريشة كلها ويطلع منها. طبعا لو تلاحظ المسار بتاع التبريد مسار واحد بس. إن الثالثة المتحركة خلاص قربت تدخل في منطقة البرد. طبعا التبريد فيها كونفكشن مش امبنج مش امبنجمنت عشان احنا خايفين الانزيرت يحصل لها ايه؟ تفصل وتطير. طب بالنسبه للمتحركه الثانيه المسافه بين الاوتر سلندر والانر اللي هي على الروتور بتستوعب كميه الهواء اللي جاي من المرحله ال 12 من الكمبريسور ويطلع الهواء في الديسك. تمام؟ ويدخل في مسارات معقده اهو بقى. ليه؟ لان المفروض دي كانت تتبرد بالامبنجمنت. انا حاطط امبنجمنت في الثابته الثالثه اللي هو احسن من الكونفكشن، طب ليه عامل المتحركه الثانيه اللي هي اسخن منها كونفكشن؟ عشان خايف الانزرت.
طب هتعمل المشكله بتاعت التبريد ازاي؟ قال لك خلاص انا بدل ما اخلي الهواء يدخل ويطلع على طول انا هعقده شويه، همشيه شويه كويسين فين؟ في الريشه يكون سحب كميه حراره محترمه ويطلع منين؟ من التريننج ايدج. بالنسبه للثابته الثانيه قلنا عليها، بالنسبه للمتحركه الاولى بقى المسافه ما بين الاوتر سلندر والايه؟ والسبيسر بيمشي فيها هواء ضرب الكباس ويدخل على جسم الريشه ويطلع من جسم الريشه فين؟ في المسار بتاع الهوت جازس. ده كده التبريد بتاع ريشه التربينه. تعالى بقى نتكلم عن بقيه الهواء اللي كان جاي من المرحله الخامسه.